الحقيقة أنه لم يكن مجرد مسجد عادي، ليه طابع خاص كده عندنا وليه سحر خاص لأي حد بيروح هذا المسجد اللي تحول الحاكم بأمر الله حوله في وقت من الأوقات إلى جامعة لتدريس علوم الفقه للتخفيف طبعا عن الأزهر. لكن بكل تأكيد كان لابد أن يكون فيه اهتمام بهذا الأثر الكبير لمبني من أكثر من 1000 سنة وشاهد على أثار وشاهد على تاريخ القاهرة. معنا الدكتور أبو بكر عبد الله القائم بتسيير أعمال قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على سيادتك وعلى المشاهدين و... يا أهلا بحضرتك. أهلا بك. يا أهلا وسهلا فندم. في البداية عايزين لمحة برضو عن المسجد، تفاصيل أكثر عن المسجد. هو لو حضرتك بتتكلم النهارده عن جامع الحاكم، فهو جامع الحاكم الموقع بتاعه نفسه بنهايه شارع المعز لدين الله الفاطمي، حي الجماليه بجوار باب الفتوح، هو ملاصق لسور القاهره الشمالي. هو كان في الاول طبعا المسجد ده كان خارج حدود القاهره الفاطميه، ولكن عندما حدثت توسعه في ايام لما وسع امير الجيوش بدر الكمال للقاهره، جعل الابواب بتاعه صار الجامع نفسه بقى داخل الاسوار نفسها يعني، وبقى محيط بيه من الناحيه الشماليه. المسجد طبعا بناه العزيز زي ما حضراتكم انتوا عارفين كده، بناه العزيز في عهد الخليفه العزيز بالله، واتمه الخليفه ابو علي الحاكم بامر الله الذي اختلف المؤرخين في تقييمه. جامع الحاكم من الجوامع، يعتبر فيش المساحة، يعتبر تاني أوسع مساحة، أكبر مساحة موجودة في المساجد الأثرية اللي موجودة القائمة بعد مسجد أحمد بن طولون. يعتبر المسجد الرابع في الناحية التاريخية من ناحية الإنشاء بعد عمرو بن العاص، أحمد بن طولون، جامع الأزهر، بيجي بعدها جامع الحاكم. جامع الحاكم طبعا هو كان في غرض رئيسي، إن هو طبعا بعد التوسعة اللي حصلت والمذهب الشيعي اللي هو صار مع قدوم الفاطميين لمصر من بلاد المغرب، فكان لزاما انهم يبني جامع تاني عشان يستوعب الاعداد مع جامع الازهر. جامع الازهر اللي بني في نفس الفتره التاريخيه. الجامع نفسه بدا البناء فيه في عهد العزيز بالله سنه 380 هجريه، وصلى في اول جمعه سنه 384، وامر الحاكم بامر الله ابن العزيز نفسه ان هو باتمام انشاء الجامع، ويتم الجامع سنه 401 هجريه. تم عمل اضافات للمسجد ده على 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 مدار عقود كثيره جدا في الفترات اللاحقه للمسجد نفسه، لحد ما والترميمات وعمل الترميمات حصلت في ترميمات في السبعينات، وقد تفضل محمد رئيس انور السادات بافتتاحه. حصل برضه فيها حالات تدهور عشان الكمية الجوفية والحاجات اللي كانت موجودة والرطوبة. بدأ المشروع بتاعنا من بداية من 2014، لكن البداية الفعلية فعلا من 2018. المشروع بدا من 2018 على مدار 5 سنين. تم الاعمال اللي حضرتك انت شفتها ديت كلها واللي كانت موجوده في التقرير نفسه. طيب لو توضح للساده المشاهدين يا فندم ابرزها، واستغرقت وقت قد ايه؟ اعمال الترميم طبعا زي ما قلت لحضرتك، بدات اعمال الدراسات المبدئيه لعمل التجارب كلها في اعمال الترميم نفسها من 2017 2018. لما ابتدى البدايه الفعليه بعد التجارب اللي حصلت على اساس يبتدي ينزع الرطوبه من وكيفيه نزع الرطوبه من الجدران ومن الدعامات اللي موجوده في المسجد، عمل شبكه تهويه كامله للحوائط، الحوائط اللي موجوده. تم عمل طهاره كامله عن طريق الفطيسه للجدران والدعامات اللي موجوده. السقف الخشبي والاسقف الخشبيه كلها تم عزلها واعاده الدهانات اللي فيها. الحوائط زي ما قلت لحضرتك تم عمل ظهاره كامله ليها. الروابط الخشبيه كلها تم برضو عزلها، الروابط الخشبيه اللي ما بين الاعمده اللي هي بتحمل العقود اللي بتحمل السقف الخشبي. هل دي يا فندم اللي كانت اتاثرت من الزلزال، الاعمده والسقف وكده، دي الحاجات اتاثرت من زلزال 1300؟
لا يا فندم، كنت حضرتك انا بتكلم على الترميم الاخير، الحاجات اللي هي الزلزال اللي هو كان حصل سنه 703 هجريه اساسا، ده كان دخل فيه بعدها الظاهر بيبرس وهو عمل التجديدات بتاعته، اللي هي التجديدات بتاعته كانت اساسا عباره عن اضافه سور حمايه او البدنه الخارجيه للمأذنتين، برضو عمل ترميمات في المدخل التذكاري البارز اللي موجود في المسجد يعني. اما بالنسبه لنا احنا الحاجات ديت لا، دي كانت موجوده في الفتره ديت يعني، عمل الترميمات اللي تمت في الفتره دي. ده بالاضافه طبعا ارض الارضيات الرخاميه تم عمل صيانه لها كامله. عندي انا شريط كتابي، شريط الكتاب اللي بيلف حوالين المسجد نفسه، تم استكمال ده اللي في اعلى الجدران، اللي في اعلى الجدران بالخط الكوفي حوالين المسجد نفسه. انت عارف المساحه بتاعت المسجد نفسه مساحه شاسعه يعني، انت بتتكلم في 120 ونص متر في 113، احنا دخلنا في 14000 متر مكعب. الشريط نفسه بيلف حوالين الجدران كلها، صحيح. ده بالاضافه برضو ان هو بيلف برضو ما بين الاعمده والدعامات اللي موجوده، ده بكل تاكيد مجهود كبير يا دكتور عبد الله، وواضح وبكل تاكيد زوار المسجد خلال الفتره القادمه هيسعدوا زي ما كانوا متضايقين خلال الفتره السابقه من اهمال هذا المسجد والاثر الكبير. شكرا جزيلا دكتور عبد الله ابو بكر عبد الله، القائم بتسيير اعمال قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه واليهوديه. الف شكر ليك.